مساء الفل، ازيكم يا جماعه؟ معاكم خالد محي الدين، ودلوقتي هنتكلم عن الجوريزم الكويك هول. بكل بساطه الالجوريزم ده بيشتغل بطريقه ظريفه جدا بتساعدني ان احنا نطلع الكونفكس هول بطريقه احسن. طيب تعالوا نشوف بتشتغل ازاي. انت بكل بساطه بتبدا كالعاده معاك شويه نقط زي ما انت شايف كده. بتجيب ايه يا باشا؟ اول خطوه عندك تجيب الاكستريم بوينتس في الهوريزونتال وفي الفيرتيكال دايركشنز، اللي هم ايه يعني؟ هتيجي في الواي اكسس هتلاقي ان دي اعلى نقطه في الواي اكسس، وهتلاقي ان دي اقل نقطه في الواي اكسس، وهتلاقي ان دي اعلى نقطه في الاكس اكسس ودي اقل نقطه في الاكس اكسس. تعمل ايه بعد كده؟ وصلهم ببعض اهو. ادي وصلنا الشكل اللي طلع معايا من البوينتس، تمام. بعد ما وصلناهم امشي بقى على كل بوينت من البوينتس اللي متبقيه دي، وشوف هل البوينت دي موجودة جوه الشكل ده ولا بره الشكل. والله لو النقطة دي موجودة جوه الشكل ده يبقى اعمل لها اليمينيت، امسحها خالص مش عايزينها، كل النقط اللي جوه دي مش هنحتاجها. طيب النقط اللي بره بقى نعمل فيها ايه؟ قال لك هتعمل لها كلاسيفيكيشن. ازاي يعني؟ مثلا اي نقطة معاك في الجزء ده في الناحية دي من الضلع ده يعني هنسميها النورث ايست، النورث ايست او الشمال الغربي، واي نقطه في الجزء ده هنسميها النورث ويست اللي هي الشمال الشرقي، اي نقطه هنا هتبقى الساوث ويست، واي نقطه هنا هتبقى ساوث ايست. يبقى اي نقطه فوق على الشمال هنحطها في جزء لوحده، واي نقطه هنا هنحطها في جزء لوحده، واي نقطه هنا لوحدها، واي نقطه هنا لوحدها. هنعمل لها كلاسيفيكيشن بكده يعني. طيب الخطوه اللي بعد كده، احنا دلوقتي خلاص شلنا كل النقط اللي جوه وما بقلناش غير النقط اللي بره بس، فبتعمل ايه؟ هتشوف الاكستريم بوينت من الاربع نقط دولت. يعني مثلا انا اول اربع نقط دولت انا عايز اعرف فين الاكستريم بوينتس بتاعتهم بالنسبه لايه بقى؟ بالنسبه للسيجمنت اللي طلع معاك ده. هنشوف انهي واحده ابعد من السيجمنت ده، يعني انهي واحده بعيده عنه بمسافه اكبر. فهتيجي تقيس المسافه دي، وهتقيس المسافه دي، وهتقيس المسافه دي كده، وهتقيس المسافه دي، هتكتشف ان دي ابعد مسافه، صح؟ يبقى هي دي الاكستريم بوينت الجديده اللي انت هتتعامل معاها. تعمل بيها ايه بقى؟ توصلها بالتو بوينتس بتوع السيجمنت اللي انت بتقيس عليه، اللي هم التو بوينتس دولت، تمام. فتقوم موصل التو بوينتس دولت بالشكل ده. نفس الكلام تيجي هنا هتقيس المسافه دي والمسافه دي، انت عامل كلاسيفيكيشن فانت عارف انت فين دلوقتي، فهتلاقي ان دي هي الابعد، فتقوم موصل بالتو بوينتس اللي انت بتقيس السيجمنت بتاعهم. نفس الكلام هنا، هتلاقي مثلا ان دي هي الابعد، فتقوم موصل التو بوينتس بالشكل ده. كده انت طلعت كويك هال، او سوري طلعت كونفكس هال جديد للبوينتس اللي انت بتعملها. ده كده كونفكس بوليجون انت بتشتغل عليه. نبدا بقى من الاول وجديد، اي نقطه جوه هتعمل لها اليمينيت، واي نقطه بره هتسيبها زي ما هي وهتعمل لها كلاسيفيكيشن. بس بالنسبه لايه بقى؟ مش بالنسبه للشكل ده كله، لا، بالنسبه للمثلثات اللي انت لسه مطلعها دلوقتي. يعني انت طلعت المثلث ده، فبالنسبه للمثلث ده هتشوف اي بوينت جوه هتشيلها، وهتشوف بقى هنا بقى ايه، هتعمل كلاسيفيكيشن بناء على ليفت ورايت. يعني ايه؟ يعني هنفترض ان ده كده اللي بيقسم المثلث اهو، النقطه اهي راس المثلث اهي، فاي نقطه في الضلع ده فهي تبقى عند الليفت، واي نقطه في عند الضلع ده فهي تبقى في الرايت. اي حته هنا رايت واي حته هنا ليفت. نفس الكلام هنيجي عند المثلث دوت، اي نقطه جوه هنعمل لها اليمينيت، واي نقطه بره يبقى هنا رايت هنعمل لك كلاسيفيكيشن بالرايت وهنا بالليفت. طبعا انت بتعمل الكلام ده ريكيرسيفلي، فانت عارف انت واقف فين، او الكمبيوتر فاهم، لان ده ريكيرجن. نفس الكلام هنا، اي نقطه جوه هنعمل لها اليمينيت، واي نقطه بره هنسيبها، طبعا هنا هتبقى في الرايت. خلاص عملنا الكلام دوت، نعمل ايه بعد كده؟ نمسح اللي احنا عاملينه ده عشان انا كده مش فاهم حاجه، ونخش على الرسم النظيف بتاع الدكتور. طيب دلوقتي احنا عندنا ايه؟ ده الشكل، اول خطوه عملناها اهي، وصلنا الاربعه بوينتس الاكستريم بوينتس اللي احنا جبناهم من الاكس والواي، وبدانا نشيل البوينتس اللي جوه. بعد كده بنفس الطريقه ريكيرسيفلي هنشوف بقى عند الشمال الشرقي، او سوري الشمال الغربي، نبدا بقى نشوف ايه اللي فوق على الشمال. يعني نبدا نشوف البوينت الاكستريم عن الضلع اللي انا مطلعه معايا او السيجمنت ده، وبعد كده هنكتشف ان هي دي، فهنقوم موصلينهم ببعض. طيب اهو عملنا الطريقه دي، وصلنا البوينتس بعضها، هنشيل كل البوينتس اللي جوه اتشالت، هيبقى لي البوينتس اللي بره، قسمناهم شمال ويمين، هنقيس برضو المسافه بينهم. فطبعا هنا ما فيش غير هي نقطه واحده، يعني انت هي نقطه واحده، ما فيش كذا واحده عشان تقيس بينهم مسافات تانية.
فانت بالتالي هتقوم موصل النقطه الواحده دي بالتو بوينتس اللي عملوا لي السيجمنت اللي انت بتقيس عليهم، اللي هي دي انت ده السيجمنت اللي انت بتقيس المسافه بينه وبين النقطه، يبقى بالتالي هتوصل بالمنظر ده، وهتيجي هنا هتوصل بالمنظر ده، فهيطلع لك شكل جديد جدا. بص ادي الشكل الجديد بتاعنا، اي بوينت جوه هتشيلها واي بوينت بره هتخليها، وتبدا تعمل كلاسيفيكيشن مره كمان، وتفضل مستمر لحد ما يطلع معاك الشكل كامل بالمنظر ده. الموضوع بسيط جدا يا جماعه، هو الفكره كلها انت بتختار اول 4 اكستريم بوينتس في الشمال والجنوب والشرق والغرب او اكس واي يعني، وبعد كده اي مثلثات بتطلع لك تبدا او عند كل ضلع تبدا تطلع منها مثلثات صغيره، والمثلثات الصغيره دي هتبدا معاها كانك بتبدا من الاول، كان هو ده المربع اللي انت طلعته في البدايه خالص، لحد ما بيطلع معاك الكونفكس هال بالكامل. وهي دي طريقه الكويك هال. اتمنى تكونوا فهمتوا مني حاجه، ولو ما فهمتوش عيد الفيديو تاني.